مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم أعراض الحمل الكاذب. الحمل الكاذب من الحالات التي تتوهم فيها المرأة أنها حامل وتظهر عليها كل أعراض الحمل كانتفاخ في البطن واختفاء الدورة الشهرية وبعض الأعراض الأخرى كالإقياء وزيادة حجم البطن، ويحدث في جميع الأعمار وخاصة في عمر 20 لعمر 44. يسمى أيضا الحمل الوهمي، ومن المعتقد أن من أسباب الحمل الكاذب تغييرات في الغدد الصماء في الجسم، ما يؤدي لإفراز هرمونات تؤدي لتغييرات جسدية مشابهة للحمل الطبيعي. ممكن أن تستمر أعراض الحمل الكاذب لأسابيع أو أشهر. إن أسباب الحمل الكاذب غير معروفة بشكل دقيق، ولكن يمكن للعامل النفسي بالإضافة لعوامل أخرى عديدة أن تتسبب بظهور أعراضه. ومن أهم هذه العوامل والأسباب يمكن أن نذكر العامل النفسي. فالعامل النفسي قد يسبب الحمل الكاذب، وممكن أن تكون المرأة عقيمة وتتعرض للحمل الكاذب، فكل هذه الأعراض تظهر بسبب الرغبة الشديدة بالحمل. كذلك عندما يتأخر الحمل وتكون السيدة تفكر كثيرا بالحمل، يؤثر هذا على الهرمونات التي تفرزها الغدة النخامية، فتفرز الغدد الصماء هرمونات تؤدي لانقطاع الدورة الشهرية وحدوث أعراض مشابهة للحمل، لكنه في الواقع حمل كاذب وليس حمل حقيقي. كذلك كيس الحمل، وتتمثل بعدم اكتمال كيس الحمل أو خلل في المشيمة، وتتشكل السوائل المغذية في المشيمة لكن دون جنين، وبالتالي ظهور أعراض الحمل الكاذب. أيضا تكيس المبايض، فعند تشكل أكياس داخل المبايض ممكن أن يظهر على كاشف الحمل نتيجة إيجابية تفيد بوجود الحمل، ولكن عند الكشف الطبي الدقيق عن طريق الأجهزة الطبية الحديثة يتم التأكد من حقيقة الحمل. وكمعلومة أخيرة، يجب على السيدة التي تتعرض لهذه الحالة أن تعالج لدى طبيب نفسي، وعلاجها يتضمن الدعم النفسي ومضادات الاكتئاب.